دشن الجهاز الوطني للإيرادات نظام استرداد السياح والزوار والمواطنين المقيمين في الخارج نسبة من مبالغ القيمة المضافة التي تم تحصيلها منهم خلال فترة إقامتهم في مملكة البحرين، وذلك لدى مغادرتهم من خلال المكتب الذي تم افتتاحه اليوم في مطار البحرين الدولي بالتعاون بين شركة مطار البحرين وشركة بلانت المعنية بالإشراف على نظام الاسترداد والتي تتمتع بخبرات طويلة في هذا المجال. يأتي افتتاح مكتب الاسترداد في مطار البحرين الدولي في إطار الجهود التي يقوم بها الجهاز الوطني للإيرادات لتحقيق التطبيق السليم لآليات القيمة المضافة ووفقا للقرارات المرتبطة بتنفيذها، حيث سيتم من خلال المكتب استرداد نسبة من مبالغ القيمة المضافة عبر نظام متكامل يسمح بمطالبات استرداد القيمة المضافة على المشتريات المحلية من أكثر من 300 منفذ بيع بالتجزئة في جميع أنحاء المملكة. وأكد الجهاز بأن النظام يشتمل على تقنية رقمية متكاملة فائقة القدرة للتأكد من استلام كافة السائحين والزوار للمبالغ.